صباح الخير، أنا دكتور رائف ملاك بطرس، أستاذ الأمراض الباطنة والغدد الصماء والسكر من كلية طب جامعة عين شمس. بكلمكم النهاردة من مؤتمر دايا إيجيبت، مؤتمر السكر القومي اللي بينعقد مرة كل سنة في مصر. النهاردة جالنا أسئلة من بعض الأطباء عن المشاكل اللي بتواجهنا في علاج الديابيتك كيتو اسيدوزيس، اللي هي غيبوبة ارتفاع السكر والاسيتون في الدم. كل الأطباء عارفين إنه دي من المضاعفات الخطيرة لتايب 1 دايابيتس، والكل عارف إن احنا بنواجه خطورة فقدان المريض من خلال حاجتين أساسيين، الديهايدريشن والأسيدوزيس. مش السكر اللي بيكون المشكلة الخطيرة في بداية العلاج، لكن الديهايدريشن اللي بيعمل جفاف وانخفاض في الضغط، والأسيدوزيس اللي بيعمل ديبريشن للبرين ويؤدي للكوما. وعلى ذلك في علاج الكيتو أسيدوزيس الأولوية للمحاليل، ولكن هي لوحدها غير كافية، لأنه لازم الكوز نفسه يتعالج، اللي هو انسولين ديفيشنسي والأسيدوزيس. فبننبه الأطباء زملائنا الشباب إنه ما يبقاش في تباطؤ في تعويض المحاليل عند تشخيص كيتو أسيدوزيس مع ديهايدريشن. لابد إن يكون تحليل تعويض المحاليل هنا تعويض يبدأ بسرعة ويكون مكثف، لدرجة إن إحنا بنقول عايزين لتر في نص ساعة، وبعدين لتر في ساعة، وبعدين لتر كل ساعتين لغاية لما الجفاف يروح. وده اللي بينقذ المريض وينقذ حياته ويشغل الكلى ويوصل الدورة الدموية، لأنه بيبقى فيه جفاف شديد. ودايما المحلول المفضل هنا هو محلول الملحي. خطوة رقم 2 هي تعويض الإنسولين. ليه؟ لأن الإنسولين هو اللي بيعمل إنهيبيشن للكيتوجينيسيس. حضراتكم عارفين إنه الليفر هو اللي بيبقى بيطلع الكيتون بوديز بتأثير الجلوكاجون العالي الناتج عن الإنسولين اللي مش موجود. ومن هنا إنسولين تريتمنت هي اللي هتوقف الكيتوجينيسيس، وهي اللي هتعالج الحالة. فين المشكلة؟ المشكلة إنه الكيتوجينيسيس يستجيب للإنسولين تريتمنت ببطء، بينما الهايبرجلايسيميا تستجيب للإنسولين تريتمنت بسرعة. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا وأنا بدي الإنسولين السكر هينزل لمعدلات قريبة من الطبيعي قبل ما الأسيتون يختفي من الدم. وده معناه إن أنا هلاقي نفسي مضطر أوقف الإنسولين، لأن السكر وصل معدلات تقارب الهبوط والحالة لسه ما خفتش، مازال في كيتونز ومازال في أسيدوزيس. ومن هنا هون أبص ألاقي إن أنا وقفت الإنسولين، الأسيتون زاد والسكر زاد، ونخش في سايكل إن الأسيتون مش بيروح يوم اتنين تلاتة، وهنا تيجي كومبليكيشنز في منتهى الخطورة على البرين وعلى الأعصاب وعلى المعدة إلى آخره. عشان كده بننبه دايما وبنذكر زملائنا الشباب انه وانا بعالج الكيتو اسيدوزيس، لما السكر ينخفض الى رقم 200، بدل ما ادي محاليل سالاين بدي محاليل جلوكوز 5%، علشان اقدر اواصل علاجي بالانسولين، علشان هياخد له من 12 ل 24 ساعة تانيين بعد انتظام السكر عشان الأسيتون يختفي. فبغير محاليلي إلى محاليل جلوكوز وواصل العلاج بالإنسولين إلى حين اختفاء الأسيتون وزوال الحموضة من الدم. وزي ما حضراتكم عارفين إن دوز الإنسولين وحدة لكل 10 كيلو في الساعة، بالحقن المتواصل عن طريق مضخة كهربائية أو جهاز محاليل في الوريد. أما السؤال الثاني اللي جالنا فهو خاص بسكر النوع الثاني وعلاقة الإنسولين ريزيستنس. مقصود بالإنسولين ريزيستنس إن الإنسولين في الجسم موجود مش مختفي، لكنه ما بيشتغلش كويس.
ليه؟ لأن الأنسجة لا تستجيب للأنسولين، فتجد الشخص المصاب بمرض السكر النوع الثاني تقيس الأنسولين في الدم يطلع مرتفع لكنه سكره عالي. طب ليه ما بيشتغلش؟ لأنه في تراكم دهني في داخل خلايا الجسم، الخلايا المشبعة بالدهون، عضلات وخلايا البطن والكبد، لا تستجيب لإشارة الأنسولين. عشان كده نشأت أدوية عديدة لعلاج الأنسولين ريزيستنس، ولكن بنفكر زملائنا الأطباء وبنؤكد على المرضى إنه أيا كان العلاج الدوائي لا يصلح أن يكون بديل عن التخسيس وتنظيم الأكل والمشي والرياضة والنشاط، سعيا لإنقاص الوزن وإزالة الدهون اللي موجودة في تجويف البطن، وهو ده أفضل علاج للإنسولين ريزيستنس. وشكرا لحسن استماعكم.